بالمناسبة المهندس هاني وديع رئيس مجموعة شيرة، وكيل لأشهر شركات معدات الري في العالم زي هانتر الأمريكية وريفولز، وبيتجه النهاردة لتصنيع العديد من مكونات محطات وشبكات الري الذكية محليا. وخلي بال حضراتكم، مجموعة شيرة بتتكون من مجموعة من الشركات أبرزها شيرة للتجارة والمتخصصة في شبكات الري الحديث والبنية التحتية والحدائق الذكية، وشركة سمارت جاردن المتخصصة في زراعة الأسطح وإنارة الحدائق وماكينات قص النجيلة وأساس الحدائق وغيرها، وأجرو إيجيبت المتخصصة في أنظمة التحكم في الري الزراعي وإنتاج الكومبوست. حضرتك النهاردة نفذت في القطاع العقاري من أول العاصمة لغاية العالمين، صح، مرورا بكل المدن الجديدة. ده حقيقي. صح؟ ده حقيقي. في فرق بتنزل. ده حقيقي. أنا في الصحراء هتلحقني؟ في فرق دعم فني؟ إحنا الحمد لله على مستوى الجمهورية بنلبي أي خدمة ما بعد البيع، بتلبي في خلال 24-48 ساعة النداء، يعني عاملين هوت لاين علشان خاطر أي واحد. إحنا فاهمين يعني إيه مزرعة، وفاهمين يعني إيه مية، ويعني إيه زرع. ما نقدرش نخلي حد واقف، بل بالعكس إحنا عندنا دلوقتي خطة إن إحنا نفتح فروع على مدار الجمهورية كلها، بحيث إن إحنا نبقى موجودين جنب العميل في أي وقت، يبقى عندنا مراكز الصيانة وقطع الغيار متوفرة، لأن إحنا داخلين في مجالات كتير، مش بس الري، عندنا كمان المكن ابتدينا نخش فيه، عندنا مناشير كهرباء، عندنا الكمبوست، عندنا موضوع بتاع زراعة الأسطح. وده ده جديد، أول مرة أسمع دي بصراحة. ده يعني من الحاجات اللي إحنا متفائلين خيرا فيها في مصر، وحضرتك بالذات لو دخلت في زراعة الأسطح هتغير وجه أسطح مصر. هو ده حقيقي حاصل. تكنولوجيا إيه بقى؟ دي شركة ألماني ما شاء الله، وسيستم بالكامل من ألمانيا، شغال من 40 سنة في ألمانيا، بس احنا قررنا، وبرضو كالعادة بنحاول ندخل كل جديد. انا عايز اقول ان احنا ازرع اي حاجة فوق السطح، اي حد عايز يزرع خضار ولا قمح حتى فوق السطح احنا جاهزين.